جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. هذا نجاحنا اثنيناتنا سوا. مدام ممكن تحكي لنا كيف شعورك وانت عم تاخذي الميدالية؟ حاسة كأنه عفوا مدام، السؤال ما كان إلك، السؤال موجه لوالدة صاحب الميدالية الذهبية لكي سينغ. يلا مدام تفضلي. تفضلي. يعني شو فيني أقول؟ أنا مرة عادية ومتواضعة ما بتهمني المصاري أو الميداليات والصور، ما بيهموني. بس أنا الشيء اللي بعرفه إنه هي الشغلات ما بتكون دايمة بالحياة، بس اللي بيضل من أثرك بحياتنا هو بس السمعة الطيبة. سامع مع أحد يا شباب، هذا الحكي مفضول. سمعة الشخص هي اللي بتهم بالحياة واللي بتنفعك. وشوفي ابني الغالي خلانا أنا وكاملة نحس بالفخر، صح أختي؟ طبعاً. بهالمناسبة السعيدة عائلة أهلوات وبهذا اليوم رح يعملوا حفلة كتير كبيرة مشان أهل سيرسا كلياتها. شو أخي؟ أنت موافق؟ قرارك ممتاز وبمحله كمان. حماتك جمونة بالبيت شي؟ ليش؟ جاية بالنيابة عن أبي راغوفير. أوه تفضلي فوتي، أهلا وسهلا. لا لا لا،